مساكم الله بخير. خبر اليوم كان وزارة الصحة بتفرض رسوم على بضعة دنانير على الوصفات الطبية مع الصيدلية، ورسوم رمزية على تشوف الطبيب، وأخرى بسيطة على تشوف الأخصائي. الاتجاه العام في البلد هو أن احنا متجهين إلى ضرائب، رسوم، ضرائب، كلهم الرسوم هو جزء من الضرائب. هذا الاتجاه العام، وأنا أعتقد بشكل عام يجب أن نقبل هذه حقيقة في كل المجتمعات الضريبة. السؤال اللي طرحه الإخوان طبعا مثل ما قال شوي ملتبس، الضرائب في البحرين نعم أو لا، هل هو واحد فينا نعم أو لا، أم أنهما سؤال يراد منا أن نقول نعم ولا في نفس الوقت، بمعنى نعم ولكنها مشروطة فهي لا، حتى تكون نعم يجب أن تكون تتوفر بعض الأمور. أما نعم فسببها أنه لا توجد دولة طبيعية في العالم لا تفرض ضرائب. الدول التي لا تفرض ضرائب هي دول عادة تكون ريعية أو غنائمية، ياما تعيش على موارد طبيعية أو تعيش على غزو، على حروب. وهذه يعني هذه الدول أو المجتمعات ممكن أن لا تفرض ضرائب بالحدود المواد اللي موجودة من الغنيمة، غنيمة حرب أو غنيمة مورد من موارد الثروة. وهذه يعني دول في التاريخ محدودة جدا، ما تعيش فترة طويلة، هذه أغرب إلى مجتمعات قبلية، مجتمعات توها طالعة، الدولة الإسلامية في بداية، الدولة المغولية مثلا إلى آخره، هذه دائما مجتمعات غير مستقرة، مجتمعات بدوية تنتشر ممكن أن تكون. لا، سببها هو القاعدة التي تقول لا ضريبة بدون تمثيل، الذي سيفرض الضريبة علي أنا أريد أن أكون لي صوت في هذه الضريبة، إذن قاعدة no taxation without representation. واللا الأخرى لها علاقة بالعدالة، هل الضريبة التي تفرض عادلة؟ يعني هل لي صوت في هذه الضريبة؟ وهل ستكون الضريبة عادلة؟ الحاجة إلى الضريبة أنا أعتقد قديما موجودة لكن الآن أصبحت ماسة. عندنا إحنا الدين العام 10 مليار العام الماضي، السنة بنوصل 10.5 11.5 12 مليار، يعني قد الناتج المحلي 100% من الناتج المحلي. الفوائد السنة القادمة بتكون 553 مليون دولار. لعلمكم إحنا كل دخلنا النفطي العام الماضي مليار و400 وشوي، يعني مليار تقريبا نفط و400 وشوي غاز، يعني أقل من مليار ونص. بينما الفوائد اللي بندفعها السنة القادمة تشكل 553 مليون دينار، معناها أكثر من ثلث العوائد النفطية، النفط والغاز، بتروح في تسديد الفوائد. إذا ما عاد في عندنا احنا خيارات ولا في أفق لزيادة أسعار. عشان نوصل لنقطة التعادل نحتاج 50 دولار زيادة في أسعار النفط، من حوالي 55 إلى 100-105 يا دوب نغطي تكاليفنا، وهذه موارد على الأمد القصير كما يبدو. تقرير موديز في شهر يوليو كان يقول بأن الوضع البحرين ضعيف، وضريبة القيمة المضافة جيدة أنه هي بتقوي الوضع لكنها غير كافية. العجز السنوي 18% ممكن ينزل إلى 10% من الناتج المحلي، والاحتياطيات من البنك المركزي منخفضة جدا. ولكن موديز أيضا تقول بأن الاقتصاد عندنا في البحرين متنوع بما فيه الكفاية بحيث أنه يشكل، ممكن أنه يشكل حصيرة ضريبية لا بأس بها. الأسباب، الضريبة ليست هي الحل الوحيد للمشكلة اللي موجودة، الضرائب بحاجة لها، لكن بدون أمور أخرى تصاحب الضريبة فإحنا نتكلم عن ضرائب بالتوسع بالتوسع وما نروح ما نعرف وين رايحة. إن إحنا نحتاج شفافية. في السنوات 15 الماضية البحرين استلفت قروض كان مليار دينار الدين العام، صار 10-9 مليار، 3 مليار هي فقط بسبب العجوزات، 6 مليار أخرى لم تكن للعجوزات لها أي دخل، هذه الموازنات خارج الميزانية أو المصاريف خارج الميزانية شكلت 6 مليار. فإحنا في نهاية المطاف إذا الحفرة دي موجودة، الموازنات خارج الميزانية موجودة، مهما حطينا من فلوس بتروح في هذه الموازنات. فإحنا نحتاج شفافية كاملة في هذا الموضوع. والحاجة الثانية نحتاج أن نعرف الضرورة، هل في مصاريف عسكرية مدنية رياضات ما يلعبها المواطنين كلها في حاجة لها؟ والله إحنا مو في حاجة لها،
هذه كلها يعني الآن المواطن مطلوب منه يدفع، أول ما كان مطلوب منه يدفع، إذا كان المواطن بيدفع بيسأل فلوسي بتروح في شيء ضروري محتاجينه، في سباق خيول، في فورمولا، في خسائر طيران الخليج، في يتهاوشون دلين، في إلى آخره. الضرائب هي جزء مثل ما ذكر الدكتور محمد الكويتي، جزء من السياسة المالية للدولة، تفرض على أفراد وعلى كيانات، وهي أهم مصدر من تمويل الحكومة في كل المجتمعات تقريبا. بعض الضرائب بشكل عام لتمويل حاجات عامة، لكن في بعض الضرائب محددة، يعني في بعض البلدان تأخذ ضريبة على أساس أنها تبني خط سكك حديدية ولا شوارع وإلى آخره من هذا الموضوع. في ضرائب خاصة بالمعاشات، اشتراكاتنا احنا، الاشتراكات الشهرية اللي ندفعها حق صناديق التقاعد. في دول العالم تسمونها بيرول تاكسز، يعني ضرائب معاشات، هي ضرائب. فأنتوا لا أحد يقول ما يدفع ضريبة، احنا ندفع ضريبة كل شهر 6% هذه اللي تدفعونها، علاوة التعطل عفوا التعطل 1%، رب العمل يدفع في المقابل اكثر من ما ندفع احنا، هذه كلها فعليا ضرائب. فاحنا عندنا نظام ضريبي الان موجود. من وجهه نظر الاقتصاديه الكينزيه، تغيير الحكومه لمعدلات الضريبه والانفاق يؤثر على الطلب العام على البضائع والسلع ومستوى النشاط الاقتصادي، ويمكنه انه يساعد في تخفيف صدمات الدورات الاقتصاديه. حجم الضرائب في الدول المتقدمه مهم جدا ان نعرف، لان احنا من وين جايين الان ووين رايحين في نهايه المطاف. حجم الضرائب في الدول المتقدمه، خلينا ناخذ دول منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه اللي هي اللي فيها كل الدول الغربيه تقريبا، كل الدول الصناعيه الكبرى اللي موجوده في العالم، اهم الدول الصناعيه الكبرى بالاحرى، بالذات المتقدمه اللي صار لها فتره طويله في هذا المجال. كنا 34 دولة إذا أنا مو غلطان. متوسط الحصيلة الضريبية هي 34% من الناتج المحلي، يعني في البحرين لو خذينا الناتج المحلي 12 مليار دينار، ف 34% معناها 4 مليار، يعني لو البحرين كانت واحدة من هالدول كان متوسط مالنا بيكون 4 مليار دينار حصيلة الضريبة، احنا نحصل بنعقب شوي بنيجي نحسبها، احنا نحصل وايد أقل من هذا المبلغ في هذه الفترة. هذا يعطيكم البنش مارك عشان تفكرون شنو هو موجود. بعض الدول توصل إلى 46% مثل النرويج، وبعض الدول أقل الدول في العالم المتقدم هي أمريكا حوالي 25% تأخذ. فهذه هو الرينج بين 25% 45% 34% هو المتوسط. الاتجاه العام في أغلب الدول خلال 50-60 السنة الماضية هو زيادة الضرائب مش نقصانها. مصادر الدخل الضريبي في البلدان المتقدمة، هذه مهم جدا عشان نعرف احنا من وين بناخذ ضريبة في المستقبل اذا كان فكرة الضريبة مقبولة. ضرائب الافراد والشركات اللي هي ضرائب الدخل، الدخل الفرد يدخل معاش، عنده استثمار في عنده وديعة في بنك يدخل عليه فائدة، عنده استثمار في اسهم يدخل عليه ارباح، باع لعقار يدخل عليه ارباح، كل هذه مع بعض نسميه دخل، اللي دخل الفرد. الشركه ايضا عندها دخل اللي هو الارباح في نهايه بعد المصاريف، الايرادات ناقص المصاريف مال الشركات عندها ارباح. هذه تؤخذ عليها ضرائب، وهذه تشكل حوالي ثلث كل الضرائب اللي تجمع في الدول المتقدمه ال 34 اللي ذكرناهم. ثلثها 33% تجي من ضرائب الدخل على الشركات وعلى الافراد، على الافراد على فكره اكثر من الشركات، لأن الشركات يمتلكونها أفراد في نهاية المطاف. الفرد إذا استلم الأرباح من الشركة ينخذ عليه ضريبة، الشركة ينخذ عليها ضريبة، فهو ينخذ عليه مرتين فعليا. الاستهلاك اللي هو الفي اي تي اللي هي ضريبة في أمريكا سيلز تاكس، ضريبة مبيعات، وفي أغلب دول العالم الضريبة اللي موجودة هي القيمة المضافة اللي الآن بيستحدثونها، هذه تأخذ حوالي 33% من كل حجم الضرائب، يعني 32% شوي اقل من ضرائب الدخل. اذا هذه هي المصدر الثاني تقريبا مساوي لدخل الافراد في المجتمعات المتقدمه. الثالث هو التامين الاجتماعي. التامين الاجتماعي اللي هو البيرول تاكسز اللي احنا نسميه الاشتراكات في التامين الاجتماعي. في امريكا التامين الاجتماعي يغطي
التقاعد مالك، العجز، الوفاة، ويغطي ما عندهم نظام كان تأمين صحي، يغطي التأمين الصحي حق الكبار السن فوق 65 يعني بعد سن التقاعد. إذا هذين هم الثلاث الضرائب الرئيسية. الرابع هو الضرائب على الأملاك، ضرائب العقار، على الإرث، على الجفت اللي هو الهدية، هذه كلها هذه 5.6. في بعض الدول ضرائب العقار أكبر بكثير، بني لها بعدين. أعلى ضرائب أملاك بالأحرى هي في موجودة في أمريكا على العقارات، يعني بعض الولايات في أمريكا نيوجيرسي تأخذ على كل عقار، يعني إذا عندك عقار ب 100,000 دينار تدفع 2,300 دينار في السنة بس ضريبة على العقار مالك. هذه يمول الولاية، يمول مدارس ويمول الطرق في الولاية، وهذا مو الفيدرالي، الفيدرالي ممكن ياخذ ضرائب أخرى. ففي عندنا ضرائب عقار وفي ضرائب تركات اللي احنا ما نعرفه، بني بعد شوي حتى في التاريخ الإسلامي موجودة بعد الضرائب هذه. هل توجد في البحرين ضرائب؟ إيه نعم توجد في ضرائب، الآن أقرت ضريبة الانتقائية، قريبا ستقر ضريبة القيمة المضافة، لكن هذه ليست أول ضرائب. أقدم الضرائب عندنا هي الرسوم الجمركية، وفي العالم بشكل عام الرسوم الجمركية هي أقدم أنواع ضرائب. بضاعة تمر تعبر حدود تدخل بلد ثاني يأخذون عليها رسوم جمركية. الحساب الختامي العام الماضي يظهر 133 مليون دينار إيرادات شؤون الجمارك، اللي تقريبا كل إيرادات الضرائب والرسوم الحكومية 237، من بينها 133 إيرادات الجمارك. ضريبة المعاش اللي مثل ما ذكرناها هي الاشتراكات في التأمين الاجتماعي، الحكومة تأخذ منه ومن رب العمل 436 مليون دينار العام الماضي حسب حسابات هيئة التأمين الاجتماعي، وتأخذ فوقهم أيضا الشراكات التأمين ضد التعطل 40 أو 50 مليون دينار مو متذكر الرقم. فهذه عندنا حوالي 500 مليون دينار تأخذها الحكومة أوريدي، اللي حوالي فوق 4% من دخل للمقارنة أمريكا حوالي 15% تؤخذ من الموظف ورب العمل، 7.5 7.6 و7.6 من كل واحد. الضريبة تحصلها البلديات، البلديات تحصل أيضا فوق 80 مليون دينار الآن ضرائب، هاي رسم موجود بلدية موجود في كل فاتورتكم إذا كان واحد مأجر 10% إذا كان أجنبي. وهناك طبعا ضرائب قادمة ورسوم قادمة. وزارة التجارة، الضجة اللي صارت من التجار، وزارة التجارة كانت سنويا تطلع 10-11 مليون دينار، 10 مليون دينار تقريبا، كان يتوقعون في 2018 لو فرضت الرسوم الجديدة بترتفع من 10 مليون دينار أو 11 مليون دينار إلى 33-34 مليون دينار، ثلاث مرات بتصير. فوزارة التجارة أيضا ستدخل ضرائب تسمى رسوم، رخص إلى آخر من التسميات. شنو ضروب شروط الضريبة الجيدة بين قوسين جيدة؟ كل إنسان حسب موقعه الاجتماعي ممكن يعرف جيدة أو سيئة. هذا الموضوع كتب عنه آدم سميث في كتابه ثروة الأمم، يعني قبل حوالي 200 وتقريبا 250 سنة، وحط مجموعة من الشروط. طورت هذه الشروط، أنا خلي أذكر بعض الشروط بعد مع بعض التعديل. العدالة، شرط الضريبة الجيد أنه يكون عدالة، مشاركة الجميع في دفع الضرائب، بني في قضية ليش الفقير ممكن أو محدود الدخل يشارك، لأنه في حل لهذا الموضوع دي. الدفع حسب الدخل والقدرة، اللي قدرته أكبر يدفع أكثر من كل حسب قدرته، هذا القاعدة الاشتراكية موجودة في بعض من يكتب في هذا الموضوع. وجود منفعة مقابلة، أنت تقدم ضريبة مو على أساس أن واحد يدخل فيها حرب، مو على أساس واحد أن يبني فيه قصور، مو على أساس أن واحد فيها يروح يسوي هواياته، أنت تدفع ضريبة لمنفعة عامة موجودة أو لمنفعة محددة، ضريبة بلدية مقابل كذا، ضريبة مجاري مقابل كذا، ضريبة بنزين تشتري بنزين يدفعون فيه في الشوارع إلى آخره. هذا الموضوع ذي إذن وجود منفعة مقابلة ومساهمة في توزيع أكثر عدالة للثروة. القاعدة الثانية هي الشفافية واليقين والملائمة، أنا بمشي بسرعة في هذه لأن ما بنخلص بهالطريقة. القاعدة الثالثة كفاية إدارة وجباية منخفضة، يعني ما لازم يكون نظام ضريبي مكلف جدا في مثل ما الواحد يسوي خلينا نقول مؤسسة خيرية والنص أموال المؤسسة الخيرية تروح حق الموظفين، نفس الشيء نظام ضريبي لازم ما تروح فلوس كلها على الموظفين.
القاعدة الثالثة أن تحتاج تنويع لمصادر الضريبة، ما يكون عندك مصدر واحد فقط، قيمة مضافة فقط مثلاً. والقاعدة الرابعة أن الضريبة يجب أنه ما تخلق عدم استقرار في الاقتصاد، ما تضر الاقتصاد. عبر التاريخ طبعاً الضرائب موجودة في دول كثيرة، من العهد الروماني موجودة وما قبل العهد الروماني، حتى عهود الفراعنة وغيرهم كانوا موجودين الضرائب. في العصر الحديث تم تبني ضرائب في بريطانيا في نهاية القرن 18، ومن منتصف القرن 19 بدأت الضريبة تكون ثابتة، كانت عادة تكون مؤقتة، حرب كذا إلى آخره ينتهون منها وتخلص الضريبة. طبعا في ثورات كثيرة صارت في العالم بسبب الضرائب، أهمها الثورة الأمريكية، لما المواطن الأمريكي، وأنا أعتقد مهم هذه جدا عندنا، يعني أكد ما ذكر الدكتور الكويتي حول علاقة الناس، علاقة الناس تتغير مع الدولة مع وجود الضريبة، ما تعود نفس الضريبة، أنت لم تعود متلقي فقط من الدولة، أنت الآن معطي للدولة، إذا أنت تريد تحاسب الدولة على الأموال اللي أعطيتها. لذلك الأمريكيين كانوا يدفعون الضرائب، كانوا مستعمرين أمريكيين مستوطنين، لكن لم يكن لهم تمثيل في ويست مينستر في البرلمان البريطاني، فكان البرلمان البريطاني يشرع إلى الجماعة في بريطانيا اللي هم يمثلهم، ويجرع لجماعة ما يمثلهم لم ينتخبوا في أمريكا، فرفضوا الأمريكيين هذه وصارت الثورة الأمريكية بهذا السبب. في الضرائب الإسلامية على فكرة موجودة ضرائب كثيرة، الخمس، الزكاة، الخراج، الجزية، العشر على بعض المنتوجات الزراعية، العشر على التجارة، كانت التجارة عبر الحدود. يا واحد من الولاة اعتقد أبو موسى الأشعري سأل سيدنا عمر أنه جماعة لما نروح بضاعتنا إلى بلدان بلاد الحرب، يعني يمكن روما وكذا، بلاد الروم، يأخذون علينا 10%، قال أخذ مثل ما يأخذون على غير المسلم، وعلى اللي يدفع جزية، النصارى اللي يدفعون جزية أخذ النص العشر، وعلى المسلمين أخذ ربع العشر. إذا هذه موجودة، حتى النظام هذه العابر الحدود موجود من أيام الخلفاء الراشدين. في ضرائب أيضا وجدت على الكلى، على الصيد وإلى آخره، كلها موجودة، بعضها شرع في القرآن والسنة النبوية وبعضها لم يشرع، الشهادات كانت لخلفاء أو لحكام وعلماء دين. ضرائب تكون مباشرة أو غير مباشرة ما بندخل فيها، لأنه هذه حتى التقسيم هذه ما لها أهمية، لأنه مختلفين فيها بشكل عام، يقولون اللي تدفعه أنت بروحك يعتبر مباشر، يعني الحكومة لو قالت ضريبة تدخل تدفع شيك حق الحكومة بتسمي مباشر، وإذا كان ضريبة قيمة مضافة أنت ما تدفع حق الحكومة، أنت تدفع حق التاجر اللي دافع، حق المورد اللي دافع، حق المنتج، هذين كل واحد فيهم يدفع فيها السلسلة فتسميها غير مباشرة. وفي ناس ما يعرفونها بهالطريقة، إذا ما لها أهمية هذه التسمية. لكن مهم الآن عندنا شنو هو أنواع الضرائب، شنو هو الضرائب اللي تأثر على الفقير وايد، وشنو هو الضرائب اللي تأثر على الغني وايد. الضريبة يا أما تكون تراجعية regressive نسميها، يعني مؤثرة على الأفقر، ويا أما تكون progressive مؤثرة على الأغنى. كيف تكون الضريبة تراجعية؟ ضريبة القيمة المضافة أخذ أي واحد فقير، قول دخله 100، قاعد نبسطها، أو لكل 100 دينار من دخله كل 100 دينار الفقير يصرفها كلها ما يبقى له شيء آخر الشهر، عضولة. إذا ما سويت إعفاء، إذا كل 100 دينار يحتاج 5 دينار زيادة، 5% يدفعها زيادة مع الإعفاء. ما ندري الآن شنو الإعفاءات، ممكن يدفع 60-70 على 70% من اللي يشتريه، ما ندري حتى الآن شنو الإعفاءات. لكن خلنا نأخذ غني فوق المتوسط، يأخذ مو 100، كل 100 يأخذها الفقير يأخذ هذه 10 مرات أو 100 مرة، فلو كان 100 هذه كان 100,000 عنده، ما في غني يصرف 100,000 دينار في الشهر. إذا هذا الغني يمكن يصرف في الشهر 1,000 دينار، 2,000 دينار، 10,000 دينار، خلينا نقول صرف 10,000 دينار في البحرين أو 10,000 دينار برا، 10,000 دفعها برا في بريطانيا ما نحصل فيها ولا فلس من الضريبة المضافة، يحصلون البريطانيين، وإذا يطلع يمكن يحصل له ريفاند، إحنا ما نحصل. إذا بس العشرة اللي دفعها في البحرين، إذا هو فقط 10% من دخله كله يدفع عليه ضريبة مضافة، لأن بينما الفقير يدفع على 100% من دخله. لذلك إحنا نسميها ضريبة تراجعية، كنسبة من دخل الفرد الفقير يدفع أكثر بكثير من ما يدفعها متوسط الحال فوق المتوسط والغني. ضريبة تصاعدية تقول لا، ما نأخذ نفس النسبة، إذا ما قدر نسويها حق المبيعات نأخذ أكثر كل ما زاد دخلك. دخلك كم؟ دخلك 100 دينار تدفع 0،
دخلك 200 دينار تدفع 10 حق ال 100 دينار فوق ال 100، دخلك 300 دينار تدفع 10 ثانيه حق اللي فوق ال 200، وهلم جرى. هذه نسميها ضريبه تصاعديه. في امريكا في 10 شرائح، في عده شرائح عفوا، شو اسمه، في اعتراضات على الضرائب التصاعديه. الاغنياء يقولون اذا انتم اخذتوا من عندنا، يعني وصل في فتره من فترات في امريكا الضريبه التصاعديه، كل شريحه لها اذا عندك هالدخل هالقد عليك 10%، عقب عليك 5 او 10% زياده، وعقب عليك الشريحه العليا وصل 91%، اعلى شريحه في امريكا في يوم من الايام 91، الان 39 40% تقريبا نزلوهم. الاغنياء رفضوا الزيادات في الشرائح، وقالوا هذه تخلق ديسنسنتيف، تخلق حوافز مضاده، ما تخلي التاجر يحب يستثمر لان الحكومه بتاخذ كل فلوسه، وهذا مو صحيح. يعني يمكن اذا بتاخذ 99% او 90% صحيح، بس اذا تاخذ 70 80% ما الغني ما بيرجع لك ال 20 و30% الباقيه. الحجه هذه استخدمت في الماضي من اجل تخفيض الضرائب. مؤخرا خبراء صندوق النقد طلعوا تقرير، شافوا، كتبوا كتاب كثيرين، توماس بيكيتي، أتكنسون، غيره كتاب، بدأوا ينظرون في موضوع أن اللامساواة خلال 30 سنة تمت من يوم تقريبا يا تاتشر وريغان نهاية السبعينات، بدأت تتوسع الفارق بين، يعني لدرجة اليوم ثلاث أغنى أمريكان اللي هم جيف بيزوس مال أمازون، وبيل جيت مال مايكروسوفت، وورن بافيت مال واحد اكبر مستثمرين في امريكا، هاي ثلاث اشخاص مجموع ثروتهم تساوي مجموع ثروه 160 افقر امريكي، يعني نص الشعب الامريكي اللي تحت ثروتهم تساوي ثروه فقط ثلاث اشخاص. يقول وورن بافيت مو معقول، وورن بافيت هو واحد من ثلاثه، يقول مو معقول ان ادفع ضريبه اقل من ما تدفعها سكرتيرتي في الشغل، لان في اعفاءات ضريبيه وايد في امريكا صارت، ضريبة ال خفضت ضريبة الأرباح على اللي تستلمها، خفضت ضريبة الكابيتال جينز اللي هو على مبيعات الأسهم إلى آخره. الجزء الأخير الآن بتكلم عن نظام ضريبي عادل. في الثلاثينات أثر الكساد العظيم في أمريكا، في نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين كانوا يسمونه الجلدد إيج، العصر الذهبي حق البارونات، كانت ثرواتهم تنمو بسرعة. في قاعدة موجودة حق المطلع على الفكر الماركسي، وأنه وهذه قاعدة صحيحة أثبتوها حتى ناس آخرين الآن، أنه طبيعة رأس المال هو التركز. هد رأس المال بدون كوابح بيأكل الأخضر واليابس، بدون كوابح رأس المال يتراكم، يسمونه التراكم، قاعدة التراكم اللامتناهي لرأس المال، ما يوقف، يكبر رأس المال ويفقر الناس. هذه القاعدة موجودة وصحيحة. في الثلاثينات صارت كساد العظيم في أمريكا، وفي هذه جاءوا مجموعة من الحكام تقدميين على أساس ينقذون التقدميين في قوسين، ينقذون نظام الرأسمالي، شرعوا مجموعة من التشريعات ذات طابع اشتراكي، ضمان التأمين ضد التعطل، النظام الصحي إلى آخره، ذي خذوا ضرائب تصاعدية، فانخفضت الفوارق بين الأغنياء وبقية المجتمع إلى النص. في نهاية السبعينات طلعت تاتشر وريغان، زالت مرة ثانية من جديد، لأن هذه القيود كلها شيلت على الرأسمال اللي ينحو إلى التركز. ال 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 لو أخذنا الآن في البحرين، أنا الآن بجيب بس حق مجموعة أرقام، الدكتور محمد حاول يحط مجموعة أرقام، وايد صعب لأن احنا ما نملك معلومات كثيرة في هذا الموضوع، لكن خلينا نقول احنا متوسط الضرائب في الدول المتقدمة 34%، 34% 34%. كل الضرائب اللي ناخذها في البحرين حسب ما أنا حسبته لا يتجاوز يمكن 7%، إذا خذينا معاشات مع التقاعد 430، البطالة، الجمارك إلى آخره، كل انت حكي عن الآن يمكن 800 مليون دينار ما يتجاوز، حوالي 7%، يعني وايد فرق بينه وبين دول المتقدمة. لو أخذنا ضرائب إضافية، ضرائب
ورسوم طبعا جزء من الضرائب. بعشرة في المئة بنيح قضية الشروط مرة ثانية بنطرحها. 10% حوالي 1200 مليون دينار تغطي الجزء الأكبر. العجز مالنا يقولون 1.3 مليار وفي حوالي 200 300 400 مصاريف مش موجودة، فتغطي الجزء الأكبر إذا خذينا 10%، فنحتاج 1200 مليون. إذا الحكومة ما عندها شفافية، الحكومة تحتاج 1200 مليون دينار، واحد فيني يعرف في هذا الموضوع. كل يوم يحطون لك رسوم، كل يوم الحكومة يجب عليها أن تحط كل الصورة كاملة، ترى بناخذ من عندكم 1200 على أساس أن نوصل نقطة قريبة من نقطة التعادل، أو أن بناخذها من دول الجوار، يعني يا ما إحنا ناخذها من عندكم أنتو، يا ما تجينا مساعدات من خارج، ما في طريقة ثانية حق هالموضوع دي. الإيرادات الإضافية من ضرائب الدخل والثروة، قبل شيء من يوم نشرت البنوك التجارية المدرجة في البحرين حققت 793 مليون دولار، يعني يحققون السنة حوالي 400 مليون دينار البنوك. لو خدت عليهم 10% ضريبة هذه 40 مليون دينار تقدر تأخذ من بنوك المدرجة، 10% بس، ما أنت حاجة على 30-40% الآن. لو أخذت على البنوك غير المدرجة، ستاندرد تشارتر، سيتي، اتش اس بي سي، كلهم موجودين ايضا في البلد، هذا اللي ممكن تاخذ لك 15-20 مليون زياده، 60 مليون دينار بتجي فقط من البنوك. تاخذ على بقيه الشركات المدرجه فيها بعد يمكن 40 مليون دينار او الى اخره، هذا اللي بينهم كلهم حوالي 100 مليون دينار. للحين ما العدد مو كافي، لكن اذا خذينا على الدخل على الافراد الاغنياء بالذات فوق المتوسط، ونبدا خلينا نقول فوق المتوسط والاثرياء، وخذينا على الشركات الاخرى، شركات اللي يمتلكونها الأفراد، احنا نتكلم عن قاعد نضاعف المبلغ. في السعودية استحلوا، وعلى فكرة في بعض الأمور ما نحتاج نفكر فيها وايد، كلها موجودة في دول الخليج، بعض الضرائب موجودة دول الخليج على البنوك الأجنبية، موجودة في السعودية مثلا، على الرأسمال الأجنبي موجود في السعودية، في عمان أعتقد موجود أيضا، فمب يعني مش إنها هي شيء مو بدعة في دول الخليج. في السعودية استحدثوا نظام الضريبة على الأراضي البيضاء اللي يسموها، إذا حتى نظام الضريبة على الأراضي ممكن، هذه نسميها ضرائب ثروة. في ناس يملكون يا جماعة ملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين، وعنده أرض وقاعد عليها وما يبيعها، وإذا بيبيعها يبيعها بذاك الحساب. الآن لو نفرض إحنا ضريبة، هذه تخليه هو يبيع الأرض بسعر أقل على أساس إنه ما يدفع ضريبة سنوية، خل تكون ضريبة 0.5%، 1% إلى آخره من قيمة هالأراضي هذه. ادفع ضريبة على عقارات، أوكي مواطن يمتلك عقار بمئة 200 ألف أوكي، لكن اللي يمتلك فوق 200-300 ألف صار فوق المتوسط، اللي يمتلك مليون وأكثر صار ثري، هذه افرض عليه ضرائب مثل ما تفرض الدول العالم. في أمريكا 11% من كل مدخولها من الضرائب، أو 10% من كل مدخولها من الضرائب يجي من property taxes، من ضرائب العقارات. في بريطانيا 12% يجي من ضرائب العقارات، فهذه دول موجودة في العالم وفي تجارب فيها. إذا احنا عندنا هذا أيضا جزء كبير منه، مع نتكلم مرة ثانية الفئات الوسطى والفقيرة ما توصل إلى مستوى الضريبة، وبالتالي هي معفاة من الضرائب. الجزء الآخر هو ضرائب الوافدة. في السعودية سووا نظام المقابل المادي، كل عامل أجنبي الآن يدفع من هالسنة هذه من شهر يوليو على كل واحد من أفراد عائلته 100 ريال في الشهر، السنة الجاية 200 ريال في الشهر، السنة اللي عقبها 300 ريال. لذلك في هجرة الآن معاكسة، وإحنا نحتاج عدد السكان عندنا الأجانب أكثر من البحرينيين، هجرة معاكسة بغض ضر القطاع العقاري لا بأس، لكن مو معقول إحنا نستمر بهذه الطريقة في النمو. فهذه هي بالنسبة للعوائل المرافقين للعمالة. بالنسبة للعامل الأجنبي يبتدون السنة القادمة، شوف الرقم 400 ريال في الشهر على كل عامل أجنبي، إذا كان عدد العمالة أزيد من السعوديين، إذا كان قد السعوديين أو أقل يدفعون 300 ريال، يعني 400 بشكل عام، 400 ريال السنة اللي عقبها 600 ريال، اللي عقبها 800 ريال، كم الدخل السعودية بتدخل بعد 3 سنوات 2020؟ تصوروا 65 مليار ريال، 6.5 مليار دينار، 65 مليار ريال الدخل من العمالة، يفيد في خفض العمالة الأجنبية، يفيد في قضية المكننة بدل أن نستهلك عمالة كثير نروح رأس مال مكثف، يفيد في أن أنا أشغل أهل البلد أكثر، ويفيد في موارد الدولة اللي ممكن توجه جزء منها للتدريب. إذا نحن نتكلم عن مبالغ
هائلة. لو البحرين طبقت نفس النظام على 600 ألف عامل ب 500 دينار في الشهر في السنة، احنا نتكلم عن 300 مليون دينار من هذا النظام. إذا احنا الرقم قاعد يزيد تدريجيا. النظام الضريبي العادل، بختتم في هذا الموضوع، شنو هو اللي نحتاج احنا في النظام الضريبي العادل؟ يجب أن يكون نظام ضريبي متوازن وعادل على مجموع، يكون عنده مجموعة من الضرائب متوازن، يكون ما يكون معتمد على ضريبة واحدة، ضريبة أفراد، شركات، قيمة مضافة، مو معتمدين على قيمة المضافة فقط، معاشات اللي هو أوريدي موجود اللي هو مال تقاعد والاستهلاك، من غير وعقار طبعا ثروة. من غير المقبول أن يكون الهدف الوحيد لفرض الضرائب هو سد العجز المالي. الحكومة على فكرة ما عندها مشروع ضرائب، كان الحكومة الهدف الرئيسي مال الوحيد مالها هو سد العجز، ما في لا تنظر إلى الموضوع من ضمن سياسة مالية واسعة. فما معقول أن يكون فقط هذا الهدف مالك، يجب أن يكون موضوع العدالة وتوزيع الثروة جزء من السياسة الضريبية مالتك. يجب أن يتحمل الجميع التوزيع العادل للضريبي، كل حسب قدرته، وهذا يتطلب ضرائب تصاعدية على الدخل تساهم في تقليل اللامساواة بين المواطنين، وضرائب بالضرورة على الثروة. ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تراجعية، ممكن واحد يقبل فيها، لكن أقول قبل لا يطبقون القيمة المضافة كان اللي تصيب الفقير أكثر، كان مفترض أن يطبقون القيمة المضافة اللي تصيب من اتخذوا القرار أكثر. ضرائب الدخل اللي تصيب من اتخذوا القرار والأغنياء بطبيعة الحال. لا يمكن الحديث عن ضرائب دون الحديث عن موضوعين متلازمين. أول، كيف بنستخدم العوائد الضريبية؟ قلنا العلاقة بين المجتمع والدولة ستختلف عند المجتمع يبتدي يدفع، وهذا ذكره الدكتور محمد الكويتي، العلاقة ستكون مختلفة. علاقة التجار اللي سيدفعون الضريبة، قيمة المضافة على فكرة التاجر ما يدفعها، أنتم تدفعونها، قيمة مضافة يضيفها التاجر. حتى الآن ما مسوا التجار بها الضريبة في رسوم الرخص، صحيح رسوم العمالة صحيح، بس مو في هذا الموضوع ما يمس. اللي يمس التجار أكثر ما يمكن هو ضرائب الدخل، ونريد إحنا التجار يكون لهم صوت في سياسات الدولة حتى يكون يبررون قضية دفع الضريبة لهم. إذا إحنا نحتاج نعرف كيف تستخدم الضريبة ومن يقرر السياسة الضريبية، هذه الأسئلة في صلب السياسة المالية لأي دولة. تمثيل الناس ضروري قبل تصميم النظام الضريبي. الآن نتحدث مو على 200 مليون، على فكرة الأخ جمال ذكرني، الأخ جمال فخره ذكر 700 مليون، أنا ما أدري وين يابها، قد تكون 700، لأنه هو نفسه جمال ذكر في السابق 150 إلى 200 قبل أشهر. كل الحديث يدور حول 150 إلى 200، لأنه مو معقولة أنت الناتج المحلي مالك 12 مليار وعندك إعفاءات وايد وبتدفع 700 مليار، يعني 12% من الـ شو اسمه، عفوا 6 أو 7% من الناتج المحلي، وانت بتاخذ 5% اصلا ضرائب. فالرقم في شيء ملتبس الا اذا في شيء احنا ما نعرفه. فالرقم 150 200 250 قد يكون معقول. اذا تمثيل النص ضروري، لانه من يشرع قوانين ضريبيه هم من يملكون مفاتيح السلطه. الان اختارت الحكومة ضريبة القيمة المضافة، قلنا هذه أكثر ضرائب ضرر فيها، وفرض ضريبة على الأرباح السنوية مثل ما ذكرنا لشركات والأفراد، هذه ممكن بروحها يجيب 5 إلى 10%، نتكلم إحنا نحتاج 10% المجموع، هذه بروحها 5 إلى 10% من الشركات. السعودية قاموا أيضا بشيء جيد، ممكن نتعلم من السعودية، يعني السعودية قبل فترة ما كنا نتعلم منها شيء، لكن الآن في أشياء ممكن واحد يتعلم منها. قاموا بشيء اسمه حساب المواطن. 12 مليون مواطن سعودي سجلوا حساب المواطن. شنو يقول؟ يقول احنا بنتبع نظام ضريبي جديد. بيطبقونه ما يطبقونه احنا ما ندري عن جد، لكن خلينا نفترض هم بيطبقون هذا النظام، انا على الاقل الان في سابقه. حساب المواطن يقول كل مواطن بيتضرر من النظام، في فئات محدده من المواطنين بتضرر من النظام، هذه الضرائب الجديده، الزيادات في البترول، الزيادات في الكهرباء والى اخره، بندخل في حسابه مبلغ معين من المال، وهذا احنا ممكن انه نقول تخفيف العبء الضريبي على المواطن الفقير ومحدود الدخل، ممكن أن يكون في شيء من هذا، يعني إرجاع المبالغ إلى المواطنين وزيادة عليها أيضا. خلي بس أترك لكم أنا في آخر شيء مجموعة من الكلمات قالوها بعض الفلاسفة. نظرية تراكم اللانهائي لرأس المال، ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي،
وتقضي الرأسمالية أكثر فأكثر على تبعثر وسائل الإنتاج والملكية والسكان، وقد كدست السكان ومركزت وسائل الإنتاج وجمعت الملكية في أيدي أفراد قليلين، وكانت النتيجة المحتومة لهذه التغييرات نشوء التمركز السياسي. يعني مو فقط تمركز مالي، تمركز سياسي، تمركز المالي يؤدي إلى تمركز سياسي أيضا. والدليل على ذلك أيضا قال واحد عضو محكمة فيدرالية أمريكية عليا نهاية القرن 19 بداية 20 لويس برنانديز، يقول يمكننا أن نحصل على الديمقراطية في هذا البلد في أمريكا أو على ثروة هائلة تتركز في يد القلة، ولكن لا يمكننا أن نحصل على الاثنين معا. تبي تركز ثروة في يد مجموعة لن تحصل على الديمقراطية. فأنت هذه أيضا ثمن تمركز الثروة. آخر يقول إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1789 أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان الثورة الفرنسية، يقول لا يمكن للتمايزات الاجتماعية أن تقوم إلا على المنفعة العامة. بمعنى تمايزات في المجتمع، تمايزات الثروة الواسعة إذا لم تخدم المنفعة العامة فهذه تمايزات لا سبب لوجودها. أنا استرعى انتباهي كلمة قالها روائي فرنسي، يقول خلف كل ثروة هائلة تقبع جريمة. وآخر شيء الفيلسوف الكاتب اليوناني بلوتارك، نحن نتحدث عنه ما شاء الله ما خلص الوقت، يقول لي إيه رشني هذه يقول لا توازن بين الغنى والفقر هو أقدم الأمراض وأشدها فتكاً بالنسبة لكل الجمهوريات والملكيات بطبيعة الحال. شكراً لإصغائكم وأسف على الإطالة.